صباح الخير، عاملين ايه؟ انا انجي غزلان. زي ما انتم شايفين وشي منفخ وحالته حاله عشان انا لسه صاحيه من النوم، علشان نازله افطر مع صحباتي البنات النهارده اللي انتوا اكيد عارفينهم، اللي متابعني عارف مين هم، اللي كنت دايما بصور معاهم فيديوز هنا في السعوديه معي جدة سكواد. وبس فكويكلي كده بقى بسرعه بوشي المنفوخ ده هروح اعمل ميك اب والبس واجي لكم بسرعه علشان اتاخرت على تسنيم. بس كده يلا باي باي. I am done with my makeup ولبسي وخلاص، لازم انزل اطير بسرعه علشان انا اتاخرت جدا جدا على تسنيم، وكده كلهم هيزعلوا ويجيبوا ناس تزعل عشان انا اللي مهزقاهم على الميعاد في الاخر، انا تقريبا متاخره، فهنزل اطير بسرعه كده وبس. يلا اشوفكم هناك. طب يا جماعه مفيش حد وصل غيري انا وتسنيم، احنا الاثنين بس اللي جينا سوا، لسه مفيش حد وصل فالحمد لله في الامان، هيتنفخوا برضو. انا كده خلاص يا جماعه، النهارده يومي خلص وان شاء الله احتمال بكره اخرج، فساعتها هبقى برضو اصور لكم. وبس كده، معرفش النهارده صور حاجات كتير، ما عملناش حاجه اونستلي، قعدنا بس في ستاربكس وبس كده. باي باي. صباح الفل، عاملين ايه؟ النهارده تاني يوم ما عملتش اي حاجه قوي من ساعه ما صحيت، بس طبخت، هوريكم كليب صغيره جدا من الطبخه وبس. واتكلبست وحطيت ميك اب طبعا علشان نازله انا واصحابي البنات نروح الشلال اخيرا بعد كتير قوي. هروح ملاهي، هي زي دريم بارك كده في مصر بس يعني اصغر سيكه، بس جامده جدا وبس كده. فهلحق بس انزل عشان اتاخرت تاني، فعايزه انجز وبس كده، هحاول اصور لكم هناك بقى قد ما اقدر. Thank you.
Happy birthday.